كالعادة كل نهار سبتك بنروح لنتعرف أكثر على أحوال الطقس كيف حتكون ضمن الأسبوع اللي نحن فيه، ودائما ضيفنا عبر اتصال هاتفي المتنبئ حسان الجردي لنعرف أكثر هل حيكون المنخفض مستمر طولة أيام الأسبوع والأمطار حترافقنا، وين حتكون التركيز الأكبر. سعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير. سعد صباحك. صباح الخير. سعد صباحك. مثلا يا ريتك لو سمحت تحطنا بصورة الأوضاع بشكل عام، هل هذا المنخفض مستمر وأكيد التحذيرات المهمة لليوم؟ هلا بداية صباح الخير من جديد لإليك الأخبارية السورية لزميلتك. صباح الخير بالمطر، هطولات مطرية بمختلف المناطق، هطولات كانت متميزة جدا بالساحل السوري. المنخفض الجوي اللي عم يتأثر فيه من يومين كانت ذروته هي ليلة امبارح، أعطى هطولات مطرية كانت متميزة جدا بالمنطقة الساحلية. أكبر كمية هطول كانت بمحافظة طرطوس، بلغت 120 ملمتر بإجباب القمصية، 109 ملمتر بضرمانة مشايخ بطرطوس، مركز مدينة طرطوس 26 ملي، صافيتها 37. بالنسبة لمحافظة اللاذقية كانت كمية الهطول بمركز المحافظة ضعيفة نوعا ما، تقريبا 8 ملي، أما أكبر كمية هطول بالمحافظة كانت بالقتيلبية 100 ملمتر، بمطار الشهيد باشا الأسد مدينة جبلة 39 ميلي، القرداحة 34 ميلي، بانياس 84 ميلي تقريبا. هلأ العاصمة دمشق كان فيها هطول بلغ بحوالي 7 ملمتر، بحلب 10 ملمتر، إدلب تقريبا 15 ملمتر، بالقنيطرة 54، سرغاية 52، درعا 32، من المنطقة الوسطى 45، حماة 24، بالمنطقة الشرقية بدير الزور 3 ملمتر. الهطولات كانت عامة وشاملة، نحن ذكرنا بعض المناطق على سبيل المثال للحصر. المنخفض الجوي الممتد لكافة طبقات الجو المرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة مستمر معنا لليوم، ذروته كانت ليلة امبارح حتى ساعات مساء هذا اليوم بتضل الذروة مستمرة. الأجواء بشكل عام لليوم عم تكون أجواء غائمة إلى غائمة ماطرة على فترات بأغلب المناطق، الهطولات بتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان بشكل خاص بالمنطقة الساحلية. ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بس تضل درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، والرياح عم تكون بشكل عام غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة بأغلب المناطق مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 65 كيلومتر بالساعة، خاصة بالمناطق الساحلية والجنوبية والبادية. تصير الغبار بالمنطقة الشرقية وبالبادية السورية تحديدا، البحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج، ممكن تتجاوز ارتفاع الأمواج ببعض الأحيان 2.5 متر ودرجة حرارة مياه البحر 22 درجة مئوية. على أنهار بكرة بتبلش الأجواء تميل للاستقرار بشكل بسيط وضعيف، نهاية المنخفض هو ليلة بكرة، الأجواء بتكون بشكل عام أجواء غائمة جزئيا، فرصة إن شاء الله موجودة بالمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والساحلية والشمالية. درجات الحرارة بتبلش ترتفع من نهار بكرة ليكون الاستقرار العام والمطلق من يوم الاثنين القادم، مع بقاء الفرصة للهطول المطري يوم الاثنين والثلاثاء على شكل زخات خفيفة من المطر تحديدا بالمنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية. تستمر الأجواء مستقرة حتى نهاية هذا الأسبوع، ودرجات الحرارة بتضل عم ترتفع وبتبلغ أعلى من المعدل تقريبا 2-4 درجات مئوية بشكل عام بأغلب المناطق. خلال ساعات الليل رح تكون الأجواء باردة، يحذر حدوث التقطيع بالمرتفعات الجبلية بعض المناطق الداخلية، تشكل الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية بالخاص صباح يومي الاثنين والثلاثاء بالمرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية. هلا بشكل عام احنا بنحذر بهيدي المنخفضات الأخوة المواطنين في تشكل السيول بالمنطقة الساحلية بسبب غزارة الهطول المطري، انخفاض الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب ببعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، منحذر من الفروقات بدرجات الحرارة بين الليل والنهار هيدي الفترة وتشكل الصقيع ببعض المناطق الداخلية. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 14-8 القنيطرة، 12-6 القلمون المرتفعات الجبلية 8-2، درعا 15-7 السويداء 11-6 المنطقة الوسطى، حمص 11-6 حماة 14-6 بالحسكة، منطقة الجزيرة 14-4 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 20-13 بالشمال، حلب وإدلب 14-4 دير الزور الرقة المكمل المنطقة الشرقية 17-5، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 16-5.
الجردي لكل المعلومات اللي ذكرتها، ومثل ما سمعنا بكره حيكون هو اليوم الاخير لهذا المنخفض، ان شاء الله هيك دائما نقول بردا وسلاما على سوريا الحبيبه، والله يبعث الامطار والخير على طول.